بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. يسر دار الأمة للنشر والتوزيع أن تقدم للمربين والمربيات وللأطفال والطفلات ولجميع الأسر المجموعة التربوية مفاتيح النجاح للتعليم الأولي وفق النموذج البيداغوجي المعتمد في الإطار المنهاجي للتعليم الأولي. أشرف على إعداد المجموعة التربوية مفاتيح النجاح مجموعة من المفتشين التربويين المتخصصين في المجال والذين لهم تأليفات ومؤلفات في مجال التعليم الأولي والتعليم المدرسي. يسر المجموعة التربوية مفاتيح النجاح للتعليم الأولي أن تقدم للمربي وللمربية وللطفل والطفلة 6 مفاتيح للنجاح والتفوق الدراسي في المستوى الأول من التعليم الأولي، 3 منها باللغة العربية و3 أخرى باللغة الفرنسية. أعدت أنشطة الكراسات وفق مقتضيات النموذج البيداغوجي المعتمد في الإطار المنهاجي للتعليم الأولي، لذلك حازت المجموعة التربوية مفاتيح النجاح مصادقة وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي. صممت كراسات مفاتيح النجاح وفق المشاريع الموضوعاتية المحددة ووفق المجالات التعلمية 6. الكراسة الثانية من كراسات مفاتيح النجاح تتضمن أنشطة المجالين التعلميين، بناء أدوات التعبير اللغوي والتواصل وبناء القيم وقواعد العيش المشترك. تقارب أنشطة هذه الكراسة المشاريع الموضوعاتية 3 الخاصة بالمستوى الأول. تم تصميم أنشطة مجال بناء أدوات التعبير اللغوي والتواصل وفق 3 لحظات ممتعة: ألاحظ وأستكشف، أمارس وأبني، أطبق وأوظف، انطلاقا من مكون التواصل والتعبير اللغوي وانطلاقا أيضا من مكون الإعداد للقراءة. سيتعرف الطفل أحرف وأصوات اللغة العربية ويميزها سمعا ونطقا، سيربط الصورة السمعية والمرئية للحرف ويتدرب على تهجئته حسب حركاته وموقعه، كما سيتدرب على التخطيط والرسم الأولي للحروف عبر أنشطة مكون التخطيط والكتابة. وانطلاقا من أنشطة الملاحظة والاستكشاف والممارسة والبناء والتوظيف والتطبيق والتوظيف، سينفتح الطفل على القيم الدينية التي تمثلها السور القرآنية، وأيضا سينفتح على قيم دينية أخرى وعلى القيم الوطنية. كما سينفتح على قيم العيش المشترك في علاقتها بالمكونات الفرعية للمشاريع الموضوعاتية. أنشطة مجال بناء القيم وقواعد العيش المشترك صممت وفق الإطار المنهاجي للتعليم الأولي لتلبي حاجات الطفل النمائية والمعرفية ليفهمها وليندمج عبرها في محيطه بفعالية، لأنه أصبح متملكا لمفاتيح النجاح التي تهديها له مجموعتنا التربوية. وعبر البرنامج السنوي الحافل سيعبر الطفل ويتواصل ويقرأ ويكتب ويلون ويناول ويربط ويطبق ويوظف ويتفاعل ويتملك قيما على عملية وينشد بحماس عبر أنشطة دالة وقريبة منه. وهذا هو المفتاح الثاني من مفاتيح النجاح.